جديد مشاهدينا الكرام، بنبتدي معاكم اولى وقفتنا الحواريه المتعلقه بفتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانيه القادمه ان شاء الله، واللي بدا يوم الثلاثاء الماضي وشاهد اقبال كثيف من جانب المواطنين يعني الحصول على اوراق الترشح في الانتخابات البرلمانيه. ومن المعروف انه الدستور اللي اقر في يناير الماضي اقر برلمان واحد او مجلس نواب واحد فقط في مصر، وتم الغاء مجلس الشورى اللي كان معمول به يعني سنوات طويله ماضيه. اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أيضا أن الانتخابات هتتم على مرحلتين، المرحلة الأولى هتكون يوم 18 و 19 أكتوبر المقبل إن شاء الله وحتشمل 14 محافظة. أيضا أعلنت اللجنة العليا أنه عدد من تقدموا للحصول على طلبات الترشح في الأيام الأولى من فتح باب الترشح وصل لأكثر من 3000 مواطن مصري، ما بينهم 142 امرأة وجميعهم على النظام الفردي فقط، ولم تقدم أي قوائم حزبية أوراقها حتى الآن من أجل يعني طلب الترشح. للحديث بشكل أكثر تفصيلا حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذة ولاء نعمت الله رئيس القسم البرلماني بجريدة الوطن. بنرحب بحضرتك يا أستاذة ولاء. صباح الخير. صباح النور. واسمح لنا قبل ما ندخل في حوارنا بالتفصيل نخرج لتقرير نتعرف فيه على أبرز ملامح الأيام الأولى من فتح باب الترشح، ثم نعود لنفتح. لليوم الرابع على التوالي تواصل اللجان الانتخابية داخل المحاكم الابتدائية على مستوى كافة محافظات الجمهورية تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب وسط إقبال كبير من جانب طالبي الترشح لخوض السباق الانتخابي. وتؤكد اللجنة العليا أن العمل مستمر في لجان الانتخابات بالمحاكم الابتدائية المختلفة على قدم وساق لتلقي طلبات الترشح وسط تعاون بين الأجهزة المختلفة لإظهار الحدث التاريخي بمظهره اللائق. وشددت اللجنة على أنه لا يوجد ما يمنع في قوانين الانتخابات من ترشح مزدوج الجنسية لعضوية مجلس النواب في انتخابات برلمان 2015 إذا استوفى الأوراق والشروط القانونية المطلوبة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا ليس لها دخل بالانتماءات السياسية ولكنها تتعامل مع ورق ومستندات وتطبق القانون، مؤكدة أن القانون يكفل للجميع الترشح طالما توفرت الشروط والقواعد المطلوبة. وأشارت اللجنة أن المرشح هو المسؤول عن تسليم الكشف الطبي وليس وزارة الصحة، وأوضحت أنه تم استبعاد بعض الرموز الانتخابية البراقة مثل رمزي قناة السويس والنجمة، وذلك حفاظا على حيدة عملها وتطبيق القواعد الموضوعية على الجميع. وأكدت اللجنة أن أيام الاقتراع والفرز ستكون إجازة بالمدارس والمعاهد التي ستجرى بها عملية الاقتراع، وأوضحت أن قوات الأمن ستستلم المدارس ليلة يوم الانتخابات لتأمينها ولتجهيزها لعملية الاقتراع. وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أكد أنه لا مجال تعكر صفو مسيرة الاستحقاقات الدستورية بالبلاد، وأن أجهزة الأمن ستتطلع بمسؤولياتها كاملة في هذا الصدد، مشددا على أن رجال الشرطة والقوات المسلحة قادرون على تأمين كافة المسارات الديمقراطية بحيادية تامة ونزاهة كاملة في ضوء ترقب العالم كله لمجريات الانتخابات القادمة باعتبارها آخر مراحل خارطة المستقبل. إذن المرحلة الأخيرة من خارطة المستقبل وأهم وأخطر برلمان في تاريخ مصر الحديث سيشارك في تحديد ملامح الحياة السياسية والمشهد السياسي في مصر، ويعني قراءة لأيام قليلة من فتح باب الترشح هو الأساس في حوارنا. نجدد الترحيب بالأستاذة ولاء نعمت الله رئيس القسم البرلماني بجريدة الوطن. يعني تقييم حضرتك لأربعة أيام منذ بدء باب فتح باب الترشح وتلقي طلبات المواطنين، شايف المشهد إزاي؟ خلينا نقول ان اللجنه العليا للانتخابات فاجئت المرشحين المحتملين او راغبي الترشح في يعني فتح باب الترشح بعد تقريبا 48 ساعه من عقد اجتماعها. عمل حاله من الاضطراب صحيح، لكن كان مفترض ان الناس تبقى يعني مستعده للمساله ديت على اعتبار ان الدوله بكل جهاتها اكدت على ان اجراء الانتخابات البرلمانيه هيتم قبل يعني هيبقى عندنا برلمان قبل ديسمبر القادم.
الأيام الماضية يعني توافد عدد كبير جدا من راغبي طلبات الترشح لتقديم أوراقهم. بالتأكيد شهدت بعض المحافظات حالة من التشابك والتزاحم، وده ترتب عليه مشهد يعتبر إلى حد ما وصفته بعض المنظمات الحقوقية بأنه مسيء، وأرجعته للحاجتين، إن ده يعني أمر لا يليق أبدا بنواب في المستقبل، بالإضافة إنها أرجعت أيضا العبء على اللجنة العليا للانتخابات إنها كانت يجب إنها تحدد مساحات أو أماكن لتقديم أوراق الترشح بشكل منتظم في صفوف في أرقام، بحيث تبقى المسألة ميسرة بشكل كبير سواء على اللي بيستقبلوا هذه الأوراق أو على المتقدم بأوراقه، بالإضافة إلى تخصيص أماكن لانتظار أنصار هؤلاء الراغبين في الترشح. احنا بتجرى الانتخابات في مصر في 205 دايره زي ما حضرتك عارفه على مستوى محافظات الجمهوريه، وهتجرى على مرحلتين، والمفترض ان احنا عندنا 12 يوم لتقديم اوراق الترشح، بتتضمن ده الحمل الاكبر الحقيقه على اي راغب في الترشح هو اجراء الكشف الطبي. واللجنه العليا اكدت الحقيقه في عدد كبير من البيانات اللي بتصدرها يوميا ان الراغب في الترشح يجب ان هو يجري هذه الكشوف الطبية يعني في وقت سابق عن الموعد المحدد لاغلاق الباب امام تقديم اوراق الترشح. طيب تفسير حضرتك برضو للتزاحم ده والتسابق على اولوية الترشح ايه اللي ادى الى بعض هذه المشاهد المسيئة في بعض الاماكن؟ الحقيقة عايز اقول ان هي للأسف ممكن تكون سلوكيات، بالإضافة إن بعض الراغبين الترشح استحبوا أنصارهم، فترتب على كده حالة من التزاحم. فضلا عن ده، وده الأهم، إن في حالة من التكلف غير طبيعية على مسألة الرموز الانتخابية. بالظبط، يعني كل واحد عايز ياخد الرمز الأبرز عشان يبقى هو المتصدر للمشهد داخل دايرته، وبالتالي يبقى تقدر تقول إن هو مرتبط في ذهن الناخب. الحقيقة المسألة مش كده، يعني هي المسألة مش بس مرتبطة بالرمز الانتخابي فقط، في أمور كتيرة جدا، برنامجك الانتخابي، إيه اللي أنت هتقدمه للدائرة بتاعتك، إيه أجندتك البرلمانية اللي أنت المفترض اللي أنت تكون محضرة، خصوصا وإحنا بقالنا فترة طويلة جدا منقطعين عن الحياة البرلمانية بوجه عام، وزي ما حضرتك قلتي في بداية الكلام إحنا عندنا مجلس واحد، الغرفة التشريعية الثانية، الغرفة البرلمانية الثانية يعني ألغيت بموجب الدستور، فإذا العبء أكبر هو على مجلس النواب. فإذا أنت لو مش محضر نفسك يعني ما فيش داعي أن أنت تدخل بس ده هل ده حاضر لدى وعي وذهنية اللي تقدموا بالترشح؟ لأنه مش كله يعني احنا شفنا مشاهد لرموز في المجتمع، ربما لمواطنين عاديين، ربما هل شايفة أن الصورة دي واضحة عندهم أهمية وخطورة البرلمان القادم وأيضا خطورة دور النائب فيه؟ حياة حتى الآن مش واضحة بالنسبة للمرشحين الفردي. يعني خليني اقول لك ان احنا قدام صعوبات عديده. اول هذه الصعوبات ان صحيح المشهد فيه كم كبير جدا من المشاهير الموجودين، سواء من لاعبي الكوره او الفن او رجال السياسه او رجال الاعمال، لكن يعني الحقيقه حتى هذه اللحظه احنا ما سمعناش عن حد قال ان هو عنده فكره متكامله عن اجندته البرلمانيه اللي هو ممكن يطرحها. ربما تكون الايام القادمه من خلال الدعايه الانتخابيه تظهر امور اخرى، ده اللي احنا بنامل فيه. لو انتقلنا للجانب الاخر وهي المساله متعلقه بالقوائم الانتخابيه، زي ما حضرتك ذكرت القوائم الانتخابيه حتى الان لم تتقدم باوراق ترشحها، وربما يكون في الساعات القادمه هتبدا في التقدم بالفعل باوراقها، ولكن تاخرها في التقدم ده بيرجع لان هناك حاله من الصراعات غير طبيعيه بالمره، وشهدناها في الساعات الماضيه من يعني انسحاب بعض التحالفات من داخل قائمة حب مصر. يعني مشهد غير طبيعي. احنا الحقيقة بنتكلم في مستقبل دولة، بنتكلم في لحظة فارقة كمان ودقيقة، المرحلة الثالثة من خريطة الطريق اللي احنا محتاجين احنا نكملها عشان نشيل شوية من العبء من على رئيس الجمهورية ومن على الحكومة، يبقى الأجهزة كلها بتعمل وعندنا حالة من الانتظام في إصدار التشريعات اللي تهم المواطن. يعني أرجو أن يبقى في حالة من الإدراك للمسألة ديت، وأن حالة الصراعات اللي احنا كنا بنشهدها طوال المرحلة الماضية أنها كان المفترض أنها تنتهي، يعني على الأقل القوائم الانتخابية اللي هي يعني
الحديث كله لا ينقطع عنها الحقيقة. للأسف الشديد المشهد بيتصدر القوائم الانتخابية مع أنهم هم بينافسوا على 120 مقعد زي ما حضرتك عارفة بموجب قانون الانتخابات. احنا تجرى الانتخابات على 448 مقعد للفردي و120 للقائمة. فإذا حالة الصراع ديت لا تستوجب يعني كل هذه الأمور. الصراع دوت يا أستاذة ولاء بيقابله ظهور بقى رموز الحزب الوطني المنحل أو النظام الأسبق، وكذلك ظهور رموز التيار الإسلامي. فبالتالي يعني فرص، هو طبعا من السابق لأوانه ان احنا نتكلم عن فرص وحظوظ كل طرف، ولكن برضو يعني عايزين نستشرف مع حضرتك كده الرؤية بشكل افتراضي، انه ازاي في وسط هذا التخبط اللي فيه القوى السياسية الحالية وبتظهر في المقابل قوة أخرى لرموز الحزب الوطني والنظام الأسبق وقوة أيضا التيار الإسلامي، شايفة ممكن يكون المشهد إزاي؟ حضرتك توصلي شكل البرلمان القادم. طيب خليني قبل بس ما أوضح لحضرتك شكل البرلمان القادم اللي هو الحقيقة في حالة يعني مش واضحة بالكامل. إن أنا أقول لك إن في إشكالية فعلا قدام المرشح المحتمل او المرشح اللي قبل اوراقه في الاجراءات الاوليه اللي تمت في فبراير الماضي وتوقفت نتيجه للطعن بعدم الدستوريه على قانون تقسيم الدوائر، ان القانون نفسه الخاص بالانتخابات حدد سقف للدعايه الانتخابيه، سقف عالي للمرشح الفردي، وبالتالي عدد كبير جدا من المرشحين الفردي اضطروا للقوائم على يعني ممكن يتحملها كل شخص مش هتتعدى 6-7 آلاف جنيه يعني ده بأقصى تقدير. تمام، بالتالي حالة الصراع اللي موجودة هناك دي بترجع لده، هم شايفين ان هو لو راح هناك هو مدعوم بفكرة ان هو سقفه المالي مش هيتعدى الشكل اللي هو ممكن يعني يرهقه. في نفس الوقت مرشحي الفردي اصبحت المسألة يعني اخشى ما اخشى المرحلة القادمة في الدعاية الانتخابية تشهد حالة من بورصة المال السياسي بالظبط. وده اشكاليه خطيره جدا احنا كنا بنواجهها في الفتره فاتت. احنا لو نتكلم قبل ثوره يناير احنا كان عندنا اشكاليه في المساله ديت، ان المال السياسي هو اللي كان غالب، وان كان في حزب واحد بيتحدث بلسان الدوله كلها، وان فوجئنا في 2010 ان تم استبعاد كل قوى المعارضه واصبحت كل مقاعد البرلمان للحزب الوطني، فبالتالي ترتب على كده حاله من الاستياء وثوره وغضب ادت في النهايه لما اكتملت كل أرقامها للثورة. فإحنا مش عايزين نوصل لده، مش عايزين ده يتكرر طبعا، مش عايزين يبقى اللي معاه يعني فلوس أكتر هو اللي ينجح ويوصل للبرلمان. مش عايزين ده يتكرر، ورغم أن اللجنة العليا للانتخابات محددة أن يتفتح حساب بنكي وأن يعني لا يجوز تعدي سقف الإنفاق المحدد في قانون الانتخابات، ولكن هناك ضوابط يجب أن احنا نضعها في الاعتبار على أساس أن المال السياسي لا هو ما يبقاش هو المتصدر للمشهد. انا مش محتاجه واحد يخش عفوا في الكلمه يعني يرش على الدايره كلها بانه خدمات ولا اخره، وفي النهايه يجي لي يقعد زي ابو الهول. لا بيشارك في تشريع ولا بيساعد في رقابه على الحكومه ولا استفدت منه في حاجه. اذا ده مش حال البرلمان. احنا بنقول ان احنا هيبقى عندنا برلمان قوي لان احنا الحمد لله معظم اعمده الدوله خلاص اكتملت. فيبقى هذا الركن الاساسي مؤسسة التشريعية. حالة البرلمان القادم حالة لسه المشهد مش ضبابي. واضح ضبابي جدا، وده بيرجع لعدد من الأسباب. رقم واحد، غياب عدد كبير جدا من الأحزاب الكبرى زي الوفد والتجمع والنصري. هم فين من المشهد؟ برنامجهم الانتخابي ايه؟ احنا ما سمعناش هم هيعملوا ايه في المرحلة الجاية طوال الفترة اللي فاتت. ايوه صح، ممكن تبدأ ده مع الدعاية الانتخابية، ولكن انت كان قدامك فترة ان انت تنزل الشارع، ان انت تحتك بالجماهير الناخبين اللي هي المفترض انها هتدعمك في المرحلة القادمة، ان انت تقرب من مشاكلهم، ان انت تبدأ تكتب برنامجك الانتخابي بناء على مطالبهم. مطالب عديدة جدا المفترض انها حتى اظهرتها كمان ثورة 30 يونيو. كل ده مش موجود في المشهد للأسف. في المقابل ظهرت احزاب اخرى للأسف الشديد هي يعني صحيح ممكن يكون عندها برنامج انتخابي بتسوق ليه بشكل كويس، ولكن في نهاية الأمر المال السياسي اللي موجود في المشهد ظاهر جدا وواضح، وده في مسألة في منتهى الخطورة. يعني ما ينفعش ان حزب يدخل الانتخابات وياخدها ويعتلي عدد كبير جدا من المقاعد بفلوسه. ده ما ينفعش. احنا محتاجين برنامج انتخابي، احنا مش داخلين البرلمان بفلوسنا طبعا. وبالتالي المشهد حتى هذه اللحظة غير مكتمل، حتى لو اتكلمنا على رئيس البرلمان القادم
كان البعض بيأمل ان المستشار عادلي منصور يعني رئيس المحكمة الدستورية يعني يبقى عنده حتى قابلية فكرة التعيين حتى هذه اللحظة، وفقا لها ان احنا طبعا بنتابع مصادرنا على جميع المستويات، هو ما عندوش حالة الرغبة ديت، وبالتالي حتى رئيس المجلس القادم مش واضح. حضرتك ما عندكيش حد من الناس اللي تقدموا سواء من مرشحي الفردي او حتى من الاسماء اللي بتطرح على القائم اللي هي حتى الان غير مكتملة، نأمل ان ربما يبقى في اسم ظاهر فيهم بيقول ان ده ممكن يعني يعتلي هذه المنصة الهامة اللي هي لابد انها يبقى فيها حاجتين، الخبرة القانونية وايضا السياسة والتحنك فيها، لان انت بتتكلمها ل 596 نائب بعدد المعينين، يعني ده اعتقد ان هو اكبر عدد من نواب البرلمان. يعني طيب حظوظ الوجوه المنتميه للحزب الوطني المنحل والنظام الاسبق في الفوز في الانتخابات، هل حضرتك شايفه انه ممكن يكون ليها برضو حظ وقاعده جماهيريه تؤهلها للوصول، يعني بتساهم في نجاحها للوصول الى كرسي البرلمان؟ احنا لغايه دلوقتي الثقافه يعني ثقافه الانتخابات حتى الان يعني بتشهد في المقام الاول حاله العصبيات والقبليات والعائلات الكبرى اللي الناخب اتعود عليها واللي عارفها، ولان نتيجه لحاله التخبط اللي احنا عشناها من بعد ثوره يناير، فكل الناس رغم ان البعض قال ان ربما يعني برلمان الاخوان اللي يعني تم حله ينتج او يفرز حاله من التغير، الا ان للاسف الشديد ما حصلش اي تغيير، بل بالعكس كان الاسوء من وجهة نظري. فالمشهد العام في الايام الماضيه بيقول ان يعني عدد كبير جدا من قيادات الحزب الوطني تصدروا المشهد بالظبط، وتصدروا المشهد، وحضرتك تعلمي ان هم اسماء، وتعلمي ايضا ان هم ليهم باع في العمل البرلماني، فده بيؤهلهم ان هم ياخدوا مقاعد. لا ننكر ده، للاسف يعني يبقى حقيقة. ونرجع تاني نقول ان الاحزاب لو كانت قويت في طوال هذه المرحله، انت كنت بتتكلم على ان انت عندك حزب واحد بس هو المهيمن والمسيطر على الحاله السياسيه في مصر. طيب بعد الثوره ما حصلش ده، بعد الثوره كان عليك انك تلتحم مع الشارع عشان تقدر ان انت يبقى عندك ارضيه تقدر تقف عليها في انتخابات برلمانيه. وعلى فكره هذه المشكله ايضا هتقابلنا بعد كده حتى في انتخابات المحليات. انا ما بقولش ان الاحزاب هتطرح ناس، بس في النهايه ممكن يبقى عندها كوادر، هذه الكوادر برضو مش موجوده. فاحنا الحقيقه طب يعني الاحزاب الدينيه بقى فرصها ايه؟ هل بتعتقدي برضو ان هي ممكن تكتسح او تحقق نسبه عاليه في البرلمان القادم الاحزاب ذات المرجعيه الدينيه؟ حتى هذه اللحظه المشهد العام بيتصدره حزب النور، وحزب النور بيشتغل مع قواعده في المحافظات ومركز على عدد المحافظات اللي ليه فيها انتماء، وبالفعل بيقدم خدمات، وبرضه ده مش مشهد يعني مبشر صحي او صحي زي ما حضرتك بتقولي. ما يفرقش كتير عن الاحزاب او الحزب اللي احنا بنتكلم عنه اللي بيرفع بالمال السياسي، يعني احد الاحزاب بتدفع بالمال السياسي والحزب الاخر بيرفع بالخدمات. فيعني احنا قدام اشكاليه، وبالتالي في عدد كبير جدا من المطالب بوقف الاحزاب الدينيه عن المشاركه في العمل السياسي. يعني نأمل ان يبقى الناخب هو اللي عنده الوعي الحقيقه، والرهان على الشعب، الرهان الحقيقه على الشعب وعلى المواطن، والرهان اكتر كمان على فكره ان هو يبقى يعني تفكيره بيتغير، يفكر في المستقبل. المستقبل مش بس خدمة بتتقدم لك دلوقتي أو شوية فلوس أنت بتاخدها عشان تحل بيها أزمة مالية. أنت لو عندك برلمان قوي هيبقى عندك تشريعات قوية، هتقدر أن أنت تاخد حقوقك. طيب رأيك برضو في قوانين الانتخابات من ترشح مزدوج الجنسية تحديدا لعضوية مجلس النواب، شايفها إزاي؟ أزمة كبيرة من وجهة نظري. للأسف الشديد التعديلات اللي طرأت على قانون الانتخابات بموجب حكم المحكمة الدستورية قرت بأحقيتهم. كان يجب أن توضع ضوابط لمسألة الترشح عشان ما نفاجأش بأن مثلا حد من الكيانات الإرهابية اللي هي ممكن تكون واخدة جنسية أخرى يعني تقدر أنها تترشح، أو إسرائيلي الجنسية إلى آخره. فأعتقد أن المسألة محتاجة يعني كان نوع من الضوابط، لكن للأسف يعني ما حصلتش. فبالتالي احنا قدام ان احنا لابد ان احنا نوجد انتخابات بموجب الحكم المحكمة الدستورية والتعديلات اللي طرأت على قانون
قوانين الانتخابات الثلاث، تقسيم الدوائر ومبشر حقوق ومجلس النواب. ويعني البرلمان يعني الخمس سنين اللي جايين مرحلة تجربة، خلينا نقول انها مرحلة تجربة مهمة جدا. احنا مع البرلمان ده هنغير وهنعدل في شكل النظام الانتخابي، وده بموجب الحقيقة الدستور. فخلينا نقول انها مرحلة بنجرب فيها وبنتعلم فيها، بس نرجع ونقول ان الناخب عليه المقام الاول والاساسي في مسألة اختيار العناصر الكف اللي تمثله داخل البرلمان، عشان ما يجيش يشتكي تاني ويقول البرلمان بالظبط. لان هو مع اللي حضرتك بتقوليه ان احنا ممكن نكون هنجرب في البرلمان القادم، ولكن هو برضو اخطر برلمان طبعًا في تاريخ طبعًا مصر في المرحله الحاليه. يا اما هيساعد في تحقيق التنميه ويساعد الرئيس في تحقيق خطط التنميه، يا اما هيكون عائق كبير جدا للاسف يعني. مظبوط. فهل ده برضو يعني مدرك لدى المواطن ولدى الناخب، ولا يعني ايه اللي ممكن نقوله للناخب لكي يشعر بهذه المسؤولية وبثقل هذه المهمة انه يختار النائب المناسب في البرلمان القادم في عمر مصر؟ لو احنا بنتكلم على المواطن المصري ووعيه، مواطن نازل في ثورة يناير ونازل في ثورة يونيو وشارك بإيجابية شديدة جدا، وعارف العبء اللي ملقى دلوقتي على رئيس الجمهورية على كافة المستويات، وان هو عنده امل ان تتغير حالة مصر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على الاقل، ان ده اللي يهم المواطن في المرحلة ديت، عليه ان هو يختار بعناية، عليه ان هو ما يروحش بس يصحح على حد رايح يقوله ان ولاء كويس او ولاء وحشة. لا، في المرشحين الفردي عليه ان هو يحضر يعني يحضر في الندوات اللي هم يعملوها، يشوف البرنامج ويطلع عليه البرنامج الانتخابي بتاعه، هل هو ده يناسبه ولا لا. مش بقول ان هو هيبقى في حاجة بنقول عليها 10 من 10، لا مش هيحصل ده طبعا، ولكن خد بالانفع، خد بالاصلح، ما تاخدش بالاسم الكبير. ممكن يبقى اسم صغير بس ممكن تبقى عقليته مختلفه وعنده نمط مختلف من يعني ان هو يقدم ويساعد في بناء هذه الدوله احسن بكتير جدا من انك تختار واحد من قبلات او عصابات انت عارفها وعدك بشغلانه او وعدك بان هو يحل لك مشكله وفي النهايه علاقتك بيه انتهت، وده اللي احنا كنا بنشهده في كل البرلمانات السابقه. ايضا القوائم الانتخابيه عليك إن سريعا ان وقتنا انتهى، عليك طبعاً انك تتاكد وانت بتختار القائمه الانتخابيه ان هذه القائمه هي ما تمثلك، لان هذه القائمه ايضا عليك عبء فيها في انها فيها فئات مميزه كفل ليها الدستور حق الانتخاب والترشح، زي المراه والاقباط والشباب والمصريين بالخارج الى اخره. فهؤلاء انت اللي هتقدر تختارهم. يعني التعويل والرهان على وعي الشعب المصري والناخب بشكل كبير جدا. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذه ولاء نعمه الله رئيس القسم البرلماني بجلاله الوطن. شكرا جزيلا. اشكر حضرتك. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل موجز لاهم واخر الانباء مع امل نعمان.